المجد فخر ومنيات. ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في فقرة جديدة من كلام اليوم في بداية الأسبوع، تقريبا بعد مغادرة وخروج أخونا الجابري من قرية زد رصيدك، نسأل الله لها التوفيق. باسمي واسمكم أرحب بنقادي الكرام، أبدأ بأخونا عبد الله الحربي، الله يحييك. حياك الله عبد الخالق، إن شاء الله إنه الأحداث اللي صارت الأمس وقبل أمس إن نسلط الضوء عليها إن شاء الله بإذن الله في قالب جميل مع المبدعين النقاد الثانيين. الله يحييكم. حياك الله أبو معيان. الله يحييك. حيا الله أبو معيان. إيش تباني أقدم كل يوم؟ أقدم معيان سوبرمان؟ إيه أقدم معيان المعد، ولا أقدم معيان مخرج، ولا الليدر. أقدم المعيان لقر. معيان يفتش الجوالات لقر. ولا أقدم معيان اللي يقدم فقرة ميزادك لقر. ولا قدم رئيس بلديه سوبرمان ليدر قول سوبرمان ولا بلوجر ولا أنا كيف تبغى اقدم سوبرمان. فهد معيان هو الشخص الذي يعني بصراحه انا اقول ليدر. كان في مرضى، كان في طايحين، ادري الحين فقره فهد معيان، بس انا بتكلم معليش يعني تفضل. فهد معيان حينما يعني يغادر الناس وهي ضحيه تجد موج الله يسعدك. ترحب منصور قرني، تفضل فهد. الله يحييك استاذ عبد الخالق، ومسي على زملائي ومسي على نفسي التي كانت المثيره للاعصاب، ونفسي التي تظهر الناس على حقيقتهم التي يحاولون اخفائها عن الناس، نفسي التي دخلت ضبطت فقره ميزادك وكنت افضل. ضبطت ايش؟ فقرة ميزادك. أيوة. اليوم يا أخواني للأمانة عشان أكون صريح معكم، أنا ثاني مرة في حياتي ألبس ربيز، عرفت؟ فحسيت في راسي زحمة وصجة، لأن المخرج يسولف في راسي ومشاري والمتسابقين، وأنا سولف مع نفسي، عرفت؟ وأتذكر سعود وهاوش. ندمت خطأ وندمت عليه، إن شاء الله ما أكرره إني أدخل حاجات ما هي. لا بالعكس. بالعكس، هذه الواحد ما أفضل بداية وانطلاقة. والإربيز يا أبو يا فهد هو إنما جعل ليش الفقرة، ولا أنت بدون إربيز؟ أنا والله بغيت أقول نعم. بدون إربيز أنت الله ملهمك، ما أنت محتاج واحد. لا إربيز هو من تشرف. هذه نقطة مهمة لما يجي ناقد مفترض أن يتفرغ للنقد ويكون ناقد يعني، ولاقيه في كل مكان، ألاقيه مع شو المتسابقين، ولاقيه هو اللي وقع العقود وداخل الجاليري وداخل غرف النوم يفتش ويقدم اليوم ميزادك بطريقة عشوائية بدائية جدا يعني ما يعني وين المعد الكريم هذا القدير مدير الإعداد، وين الإدارة الكريمة؟ لا تفضل، خليني أقول شيء، لا تفضل والله بح صوته. أنا ارجع ارجع أنا عندي فرط حركة. أكمل وين مدير القناة في اختيار الأشخاص؟ لا تقول لي والله ما عندك اليوم مقدمين، عندهم ظروف صحية، عند الله يشفيهم ويعافيهم، لكن الاختيار خطأ يا أخي. الاختيار اصلا العشوائيه، شوف يا اخي هذه اللي صار اليوم، اللي صار اليوم باختصار شديد، اللي صار اليوم في فقره ميزادك مع فهد معيان هي حصيله لعشوائيه فهد معيان من بدايه البرنامج الى الان. نعم والله انا ما جاب هذه حقيقه. فهد معيان ناقد متمكن جدا، لازم يفرغ عقله هذا للنقد. اليوم قدم فقره ميزادك لو شفتوها بنقد باستهتار، ما في اي تشويق، ما يعني أوكي. كفاية أن ناصر الحربي قدمها بدون أي تشويق. نعم. جاء فهد معيان خرب الدنيا. أنت ما تدري. يا أخي الأرقام الحساسة هذه اللي ما اللي لا الأرقام طارت في الأخير. أتفق معك. يا أستاذ منصور. أتفق معك. وأنا ترى الأسبوع الماضي ذكرنا هذا الشيء، وأن فهد معيان كمان ظهر في دور آخر. نعم. وقلنا وأنها فهد هو اضطر لهذه الخطوات. الميزادك اللي قدمها ناصر الحربي، هل فهد أخذ؟ دخل فهد يضطر. دقيقة. هل فهد اخذ الربيز من ناصر الحربي وقال والله قدمها؟ ايوه. عشان تقول عشوائيه من فهد، ما بعشوائيه من فهد. لا فهد جاء قال ناصر مريض. انا حاب يعني انا لو جاني قال المدير خلاص انا استاذن الفقره. لا الله يسر اموركم. لا يعني ما ادري الموضوع يخصني. لا اهدوا
عشان يخصك اضيف الى يخصني هذا يضيف وانت تضيف وهذا بيضيف اضافه بسيطه انا يا عبد الخالق خلينا نسمع عبد الله احنا طالبينك تقفل الموضوع طيب لا 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 واحده عندي ترى احنا يا جماعه خير مع نعم منصور غطت الكاميرا انا اقول يا اخي اربع كاميرات اختار مخرج واحده ثانيه لا لا انا اقول خلاص انا اقول بس الاداره خلاص تعين ناصر الحربي وفهد معيان يقدمون كل الفقرات وخلاص الشافعي يقول الشافعي يقول وقل للشامتين بناء فيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا انا في فتره من الفترات شمت بناصر الحربي انه ياخذ البريز غصبا واليوم اكتشف وجدت نفسي لا اراديا اذهب الى حق الصوتيات واسلب البريز سلبا ولا تفاجئ مدير الاعداد يعني لو انا اسال على الفقره في الهواء مداخله احنا في برنامج احترافي نعم والله جد اتكلم اذا انت سيء والشرع اللي دافع عنك لا لا كل ما حاولنا نرجع الموضوع قلت انا اللي سطع الاربيز الاعتراف اذا كنت يعني. تقبل انك تفتش جوالات متسابقين نعم. ودروجهم ودواليبهم نعم. وتقبل انك توقع العقود نعم. وتقبل انك تراجع الحسابات نعم. وتقبل انك تدخل في اي وقت تبغى نعم. وتقبل انك اصير متسابق في اخر الليل وبعدين يا اخي احنا دائما ننتقد اليه المسابقه ننتقد المتقدمين في المسابقه انا دافع تعرف انا دافع النقاد اللي معي تماما من خط احمر نعم. لكن بيننا احنا عادي الامور طيبه كيف تقدم فقره النقد وتقول اللي تاخر على الفقره بخصم عليه 1000 انت مين عشان ميزات نعم. انت مين عشان تخصم 1000 احنا قلنا مليون مره انا مين انت ما درت بالتحديث الجديد انا كنت امس مسؤول عن البنك تو سلمت اليوم يعني ما تضحك حقيقه يعني انا كنت مسؤول وفي الاخير دخل متسابق الشيء الوحيد اللي سواه انه قال اعرف كل ميزاتك اسمع انا في الاخير لا الغريب وعد ايش اني كنت هو المفروض ما علم بالقيم فتفاجئ اني اجلس فلان فلاني قال 380 وبعدها 10 يعني اخطاء كارثيه للامانه لكن انا اهدافي بعيده وعشان احقق تلك الاهداف البعيده لازم اجرب كل شيء للامانه عرفت فاتوقع اني ختمت يعني خلاص اعلنت اعتزالي لن اندم ابدا ما في شيء ما سويته اهدافك البعيده اللي هو سد عتيبي اي بالضبط ان شاء الله تعالى يوم الايام تشوف لا 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 داخل باتصال باذن الله تعالى اصدر قرارات لا لا اهدى من كذا يا فهد نبغاك تصير بدل عبد الخالق ومقدم فقره كلام اليوم ممكن انك تجيد افضل من عبد الخالق ممكن بما ان يعني ممكن لا 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 ابو سعيد ما حد ينوم محل الامانه يعني لا ما قلنا شيء احنا بس بوجهه الجميل بس انت ما خلت شيء ما شاء الله تبارك الله مختلفه وما شاء الله تبارك الله شكرا جزيلا طيب خلينا نبدا فقره ميزاتك اليوم لا تعليق عن فقره ميزاتك لا تعليق اليوم يعني. راح نلملم الاشياء الاوراق اللي طارت في نهايه الخلل فين يعني تدري شو مصيبه تخيل ان في واحد غيري مر في الشارع كان لقطوه لبسوه ربيز دخلوا فقره ميزاتك والله شوف بعد فقره ميزاتك